اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في حلقه جديده من برنامج خبرياتنا بلا حدود. نتابع مع بعض تحضيرات المشتركين للبرايم الحادي عشر. المشتركين الخمسه اللي ضلوا معنا بلشوا يحضروا للعرض المباشر الحادي عشر، ومن خلال اليوميات كان لهم جلسه مع مدرب في علم النفس الايجابي. نتابع سوا. كيفكم؟ تمام. عم تقلوا صرتوا قد ايه عددكم؟ خمسة. عم بتقربوا من النهاية. اليوم بدي احكي معكم عن نقطة كتير مهمة، وكتير مهمة بالتسويق الذاتي، مثل ما انا مهمة بتسويق أي برودكت أو أي منتج أو أي شيء. اليوم شو ما كان أنا المنتج اللي عندي إيه أو البرودكت أو المضمون اللي عندي إيه، ضروري أعرف مين المنافس اللي أنا بينافسني. وأنتوا اليوم المنافس عندكم هون معروفين، أنتوا خمسة. انتو خمس منافسين على اللقب، بس ضروري اعرف اكتر من انه مين بينافسني، شو نقاط القوة عند المنافس تبعي وشو نقاط الضعف. مهم بالنسبة لي انه اعرف نقاط القوة والضعف عند كل حدا، لانه بصير بعرف مستوى كل حدا فيهم. كتير مهم انه المشتركين يعرفوا شو هي نقاط الضعف ونقاط القوة اثناء المنافسة، لانه هذا بيساعدهم على انه يتفوقوا على المنافسين معهم. ومثل ما شفنا بالفيديو عم ياخد المشتركين درس في علم النفس الايجابي ليستفيدوا اكثر، وخاصة المنافسة عم تقوى اكثر واكثر. نتابع شو كان رأي جنان عن فئة الشعر. مهم بالنسبة لي انه اعرف نقاط القوة والضعف عند كل حدا، لانه بصير بعرف مستوى كل حدا فيهم، وانا شو فيني قوي بنقاط الضعف تبعيتي، وبحس استغل نقاط ضعفهم وقدم شيء احسن. عشان نستعد للفوز لازم نعرف المنافس اكثر، وكمان مع جنان نتابع شو قالت عن المشتركة سمر وشو كان رد سمر. سمر نقاط القوة يعني بعتقد عندها طريقة طرحها للفكرة بأسلوب مميز، الجماليات. نقطة الضعف عند سمر صوتها، فبيكون ناعم زيادة كتير وبتحكي بسرعة، فدايما بتجيها انتقادات على صوتها، وهيك بعتبره انه نقطة ضعف. اوكي. انا بيفق جنان على نقاط القوة، بس ما بيفق على نقطة الضعف، لانه انا هيدا صوتي، انا ما فينا غيره، واذا صوتي كتير رفيع ما فينا تخنه، بس عم جرب بالالقاء يعني زبط الموضوع. أما نقاط الضعف والقوة عند المشترك راشد، هلأ منتابع ونشوف كمان شو قالت جنان وشو رد عليها راشد. نقاط القوة عند راشد الجماليات، التشويق بالفيديو، اللي نقاط الضعف اللي هي التكرار، وكل المشاهدين صاروا بيتنبؤوا بيعرفوا هو شو بده يقدم. نحن بنعرف كل طريقته بالفيديو، كل فيديوهاته صاروا متشابهين. معها حق جنان في اللي قالتها، لأنه ممكن في اشياء او الوقت قصير ما خلاني يعني افكر اكثر، بس ان شاء الله انه الفيديو الجاي بيكون اقوى وفكرته غير. هلا مشاهدينا نتابع شو نقاط الضعف والقوه عند جنان برأي المشترك نور الدين عن فئه السينما والافلام، وشو كان رد فعلها لجنان. نقطه القوه جنان، الكلام اللي انت تكتبيه حلو كثير شاعري، بس نقطة الضعف أشوف أسلوب السرد الشعر، إلقاء نفس النقطة يعني، فواحد يمل من نفس النقطة. أنا بحب أوضح شيء لنور الدين ولكل اللي بيفكروا مثل نور الدين، أنا ما عندي مشكلة بالإلقاء، المشكلة هي بالنص المكتوب، لما بيكون النص جامد ما فيه موسيقى، مثل إني عم بقري حكاية، فبده يكون الإلقاء يعني جامد ما فيه موسيقى. مشاهدينا منروح فاصل ومنرجع. التحدي الحادي عشر عن عيد العمال، وأول تحضيرات المشتركين كانت دخولهم لكراج السيارات. خلينا نتابع ونشوف حماس المشتركين واستعداداتهم لخوض هاي التجربة. هذا الأسبوع التحدي هو عن عيد العمال، فجينا اليوم على الكراج كرمال نشوف كيف بيعملوا حداده وبويا، وكرمال نتعرف على صعوبة هيدا الشغل. كثير متحمس اني اشوف الشغل كيف بيصير خطوة خطوة، لأنه أول مرة شايف هذا الشيء من قبل. فتنا على الجراج، شفنا سيارات، شفنا أضواء، وشفنا تواير، شفنا كل شيء. أهلا وسهلا فيكم بكراج اللبان، ومعكم إبراهيم بشاشي. أنا صار لي بمصلحة الدهان تقريبا شيء 22 سنة. إذا سيارة خلينا نقول مطعوجة وبدكم تشتغلوها يعني ترجعوها جديدة، شو المراحل اللي تمشي فيها السيارة؟ هلا هي بتقطع بثلاث مراحل، أول مرحلة اللي هي الحدادة، وبعدين ببلش شغل الدهان. نعم.
وبس تخلص اخر شيء بتفوت على الفرن لحتى تنرش. اذا بتحبوا تشوفوا كيف نحن بنشتغل تفضلوا. شكرا يلا. التجربة كثير حلوة لأنه أنا بس يعني بس تحط سيارتي بحطها بفل، يعني ولا مرة كان هيك إنه فتت وشفت كيف بيعملها. هلا في عندنا مثل هيدي السيارة أكلة ضربة من ورا، هيدي ما في الدهان يشتغل فيها إلا ما تتحدد. هيدي أول مرحلة ببلش فيها الحداد، من بعدها بنروح على قسم الدهان. هيدي هلا السيارة بدنا نمعجنها، تحب تجرب؟ حبيت جرب شيء بإيدي وجربت معجنة السيارة. اشتغل زين عافية. عم ضبط الوضع. الصراحة حبيتها يعني شلقيتها إنه هيك مسلية. هلا بدي إياك تورجيني كيف بدك تحف. صح دي. وأنت بدك تقول مين طلع أحسن من الثاني. أما مشاهدينا اللي معلم طلع هو نور الدين عن فئة الأفلام والسينما. شوفني بس أول شيء بدي أشوف أنت إيش تسوي. لا والله طلعت معلم يا. صلى 10 سنين بيشتغل بالكراج، فبرافو عليه، عنده مستقبل باهر نور بالمجال. قديش تعطيني على من 75؟ 60 زين. طب وانا من 75 قديش تعطيني؟ انت 50 50؟ لا يعني انا بمنطقة الخطر هالاسبوع. ونشوف شو كان شعوره لنور الدين. حلو الشعور انه ننزل على ارض الواقع ونشوف كيف العمال عم يشتغلوا، فشي جديد. حلو الإنسان يجرب كل شيء بالحياة ويجرب كل الأعمال عشان يستفيد ويكون معرفة بكل شيء. وبعدنا مشاهدينا بكراج السيارات ومع المشتركين وبالذات المشترك راشد ونشوف شو عمل. هلأ رح فرجيكم كيف طريقة الرش بالفرن، وإذا حدا بيحب يجرب يرش تفضلوا. تفضل. طبعا اكثر شيء لفتني بما انه الشيء اللي انا احبه هي البويه وقت الفرن التصبيغ، فهذا اكثر شيء حبيته. طريقه الرش هيك رح تكون. تحب تجرب؟ معلم كذا؟ منيح. ايه وهذا هيك بيكون اول وجه للجنب، بنريحه شوي وبنرجع نعمل له وجه ثاني. حنيت انه اشتغل اسوي الاشياء هذه في البويه، فمره عجبني الشيء هذا. المشتركة سمر كان إلها تجربة كتير حلوة بكراج السيارات وحاولت إنها تعمل فيها قدعة وتعمل بولش للسيارة. هايدي بنعملها نحن للسيارة بولش آخر شيء. شدي عليها بس مشان ما تفلت. أنا جربت أعمل بولش وهيك كان كتير قاسي، يعني أنا يعني إيدي مش كتير قوية. مزبوطة؟ إيه مزبوط 100%. بتتعب كتير صح؟ إيه. حسيت معه انه قديش هو بيضل يشد على كل السياره لتخلص، يعني شغل كثير صعب. وهلا رح فرجيكم هيدي السياره خالصه. مشاهدينا بنروح فاصل ومنتابع. بعتبر انه هاي التجربه كثير منيحه للمشتركين وبالذات للصبايا انهم يدخلوا كراج سيارات ويتعرفوا على هذه المهنه. خلينا نشوف شو قال عبد الرحمن عن فئه الرياضه. عملنا جوله بالكراج وشفنا السياره كيف بتروح من مكسره لكيف بتصير كانها جديده، وطبعا هذا الشيء كان كثير حلو لانه بالعاده ما بيصح له الواحد يشوف الخطوات اللي بتصير تدريجياً. يعني بما أنه تحدي هالأسبوع رح يكون عن عيد العمال، فأخذنا المشتركين ليتعرفوا كمان على مهنة جديدة. خلينا نتابع ونشوف شو كانت. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. أهلا وسهلا باركور دي سافير. مرحبا. رح أعطيكم كم شابو بس حطوهم على راسكم، بركي مش معودين على شمس، أحلى حدا منكم ياخد شي ضربة شمس. نحن هون باركور دي سافير مزرعة تسقيفية، يعني عنا تقريباً كل شيء حيوانات دجنة معقولة تعيش عنا ببيروت، وكل شيء أشجار مثمرة أو خضار معقولة ينبت عنا هون. هلأ رح نتشارك سوا بالبرمة ورح أنا فرجيكم شوي نحن شو عنا ونعمل أكتيفيتي سوا. يلا نمشي. التجربة حتكون عن الزراعة، وبهاي التجربة اللي حيعيشوها المشتركين رح يكونوا مستعدين للتحدي بروح إيجابية. نتابع شو قالوا المشتركين. هيدا هون عم بتشوفوا أول خيمة زراعية، نحن زارعين هلأ هيدي البندورة الكرازية السوداء. من فتنا على الخيمة الزراعية رأساً هيك قدرنا نشم ريحة الأرض، ريحة الزرع، هيك فد إحساس حلو. بسطت إنه قطفت بندورة وضيفت الشباب وأليكس وهيك.
انك تاكل شيء يعني تاكل شيء من على طول من الشجره لفمك، فكان شعور حلو وطعمه كان مره لذيذ. كان شيء غريب وما نقدر كل يوم نعيشه، تجربه فريده. حوشنا بندوره وبعدين قطفت بقدونس. شكرا 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 شكرا. تعطيني السكين اذا بتريدي كل جزور. حلو حركتها كانت موفقه يعني، حسيتها فلاحه اصليه عن جد. يعني بين هالدقيقتين اللي انا قطفت فيهم بقدونس حسيت ايدي ورقبتي وظهري كله وجعني عن جد. الله يعطيه العافيه، تعب كثير، عمل متعب بشكل. وهلا مشاهدينا اجى وقت حرث الارض، واول واحد اتطوع ليجرب الحراثه هو نور الدين امين عن فئه السينما والافلام، والمشترك راشد كمان. اقوى انت ونازل او الضربه؟ ما انت فلاح. انا ابدا مو فلاح. ولا طلع دلوع، واضح انه ما جرب الاشياء هذه. تعلم تعلم. يلا يا فلاح. لا ركشه راشد منيحه احسن. مثل ما شفنا مشاهدينا نور الدين طلع دلوع كثير، بس خلينا نتابع ونشوف مين كان هيرو نجوم بلا حدود. الطريقه الصحيحه. ايوه انا بقول بده زقفه. ناس يلا بقى. شغل المزارعين منه سهل ابدا، منه هين ابدا، هم ممكن يشتغلوا 8 ساعات باليوم بايديهم وبرجليهم وعم بيشتغلوا بجسمهم كلهم، فعن جد بياخذ منهم طاقه هائله. نعطيه 7/10 بكل رياحه. عبد الرحمن الحريري كان له خبرة في الزراعة والحرث كمان، وعاش التجربة بنجاح. قبل ما نختم حلقتنا لليوم مشاهدينا، خلينا نشوف المشتركين الخمسة كيف كانت تجربتهم في حديقة الحيوانات. منتابع. أيوة راشد، راشد من تاني محاولة قدر يظهر حليب. اكسلنت راشد. طبعا أنا حلبت قبل كذا الناقة، عشان كذا أنا اتجرأت وبديت أحلب الماعز، فكان مرة شعور حلو. اجى دوري، انا قلت اتبرع اقص صوف الخروف. يا حياتي كنت خايف انه الماكينه تروح على جلد الخروف ويتاذى، يعني ما قدرت كلها 100% اسويها وحدي، ساعدني اليكس شويه. نعيما، انا بسطت فيكم كثير. بس جنان كان لها تعليق مثل العاده، خلينا نشوف شو كان تعليقها لجنان. حلو كثير. تعال صورك. قال عمي بوصل للمعزاية، قال يي بدنا حمام غير شكل هالشباب. أنا قلبت معت. وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، لا تنسوا تتابعوني كل يوم بنفس التوقيت. كنت معكم لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.